بسم الله بسم الله بسم الله. أستاذنا حيوجه كلمة شكر لمدة دقيقتين.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الضريفة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الأحباب الكرام، مش هنسمع الكلام، ابقوا، كل واحد يبقى في مكانه، كل واحد يبقى في مكانه. هذا أرجوكم، أرجوكم. ده إن شاء الله هينعل للمرات القادمة، اللي عايز يتفضل يمشي، بس ده هينعل للمرات القادمة، لأن كده بصراحة عدم احترام، ده عدم احترام والله. إيه يا ست، راحة فين؟ راحة فين يا حاجة سيدة؟ أنت واللي معاكي. طب ده ينفع بالله عليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأكوان، الحاضر مع كل من صلى عليه في كل زمان ومكان. أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإعزاز إلى صاحب الفضيلة العلم سماحة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، وما يقدمه من مجهودات جبارة بخصوص كرتونة شهر رمضان أو أول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. كما أوجه التحية والشكر والتقدير والإعزاز إلى كل المساهمين الذين مدوا يد المساعدة إلى صاحب الفضيلة، وكل المعيات المشاركة في إحضار المساهمات والمساعدات وتوصيلها إلى صاحب الفضيلة، كي يتسنى له أن يجهز وجبات وكراتين شهر رمضان. جزاه الله خيرا وجزى المساهمين خيرا، وكل عام وأنتم بخير. نلتقي جميعا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي. هتقول كلمة في دقيقتين، ما تقعدش ترط وتعجي. يوقف نو، مين اللي قال لك ان نرط؟ ما تطولش، دقيقتين اثنين بس، يلا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، كل عام أنتم في خير وصحة وسعادة، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يديم عليكم العافية والصحة، وأرجوكم أرجوكم أرجوكم أن تدعوا لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض بطول العمر والصحة والعافية، حتى يكون عونا للفقراء والمساكين والمحتاجين في كل أنحاء الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خدت كرتونه، خدت كرتونه. الله حق دكتورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا انتهينا ولله الحمد من التوزيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، تتم الصالحات والطيبات. هذا المشهد الكريم الذي ترونه الآن وقد انتهينا ولله الحمد من التوزيع. أصبحت الكراسي خاوية بعد أن كانت مليئة بالناس والحب والمحبة. هذا يوم سعيد، المطر الشديد لم يمنعنا أن نحضر وأن نسعد الناس. أستاذ بلال أبو النضر، إيه رأي حضرتك في هذا المشهد الذي عشته معنا؟ أستاذ محمود يحيى، تحب أن تقول شيئا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما شاء الله، كان يوما جميلا جدا، وما أجمل أن نكون في خدمة هؤلاء المحتاجين والفقراء. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات صاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور أحمد عبد عوض. ونشكر جميع من قام على هذا العمل، سواء بالجهد أو بالكلمة الطيبة أو بالمساعدة المالية. ونتمنى من جميع أحبابنا، أحباب قناة الفتح القرآن الكريم في العالم كله، أن يشاركوا معنا في هذا العمل الخير الذي هو من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. نقفل يا سيدنا؟ حد عايز يتكلم يا اخواتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الجهاد، هذا يوم البطولات، هذا يوم عظيم. وهبنا الله سبحانه وتعالى رجل من أبطال الجهاد في هذا الزمن، ألا وهو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض. والحمد لله رب العالمين أن وهبنا هذا الرجل المجاهد في سبيل الله. والله وهب حياته كلها لخدمة الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، أشهد الله على ذلك. ربنا يبارك فيه وفي أولاده، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا في الآخرة ويشفع لنا الصالحين، وهو من الصالحين، وربنا سبحانه وتعالى سيشفع لنا عشان خاطره، لأن هو من الصالحين والصالحين يشفعوا فيني. فالحمد لله أن وهبنا هذا الرجل، والحمد لله على هذا الجهد العظيم. وأشكر كل من ساهم في ذلك، وأشكر كل السادة الحضور وجهاز الإذاعة والتلفزيون على رأسهم الدكتور محمد السيد ومجموعة الطيبة وجميع الإخوة معنا، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض والأستاذ صابر فتح الله والشيخ محمد بلال وجميع الإخوة الموجودين والنجم الساطع الغائب معنا ولكن حاضر الدكتور محمد صبري والأستاذ سيد حسين والحاج عمر الكبير والأستاذ محمود جد الحاج وجميع من ساهم معنا والشيخ هيثم ولا ننسى أحد وأستاذنا الفاضل ربنا يخليه. حاضر معنا جميع الأحبة، ويوم عظيم ويوم جهاد ويوم بطولة نديم الله علينا. يا رب أديم علينا بخير جميعا ولا تنقص منا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.
شوف شيلة.